عاد الرئيس إلى الرياض، هل تبخرت أحلام اليمنيين بعودة الشرعية؟ ماذا يمكن أن يقدم للقضية اليمنية والجبهات المعطلة من الخارج؟ ماذا على اليمنيين أن يفعلوا إزاء هذا الانسداد في الأفق السياسي والعسكري؟ إلى حلقة جديدة من المساء اليمني، أهلا بكم. عاد الرئيس عبد الرب منصور هادي اليوم الثلاثاء إلى مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاجية. عاد الرئيس هادي لكن إلى الرياض، وليس كما صرح عدد من المسؤولين اليمنيين من أنه سيعود لعدن لإدارة الشرعية والمناطق المحررة وتسريع عملية التحرير في باقي مناطق البلاد. عاد إلى الرياض رغم تعقد المشهد في المناطق المحررة والمطالبات الشعبية بضرورة عودته لعدن. مع كل يوم يمر في ظل غياب الشرعية عن الأرض وتوقف جبهات التحرير تبعد فرص إرساء السلام وإيقاف الحرب. يزداد اليمنيون تيها وتغيب ملامح أدوات رفع المعاناة التي يواجهونها وهم في أسوأ أحوالهم. فلا شرعية التزمت بواجباتها ولا تحالف سعى لتحقيق أهدافه. حتى موازين الحرب لم تعد اليوم مثل بدايتها، فتحالف استعادة الشرعية صار اليوم منشغلا بتأمين أراضيه وحماية مصالحه أكثر من انشغاله بحرب استعادة الشرعية من الانقلابيين الحوثيين. إذن ماذا على اليمنيين أن يختاروا وكيف يتصرفوا للخروج من الأزمة؟ هل عليهم أن يختاروا إما سوء التحالف وسوء الحوثيين أو خذلان الشرعية؟ أم أن هناك ثمة خيارات أخرى أكثر أمان؟ كيف انقلبت الموازين في اليمن؟ وكيف صار اليمنيون محاصرين بين الخيارات السيئة والأسوأ منها؟ أكثر من 4 سنوات على انقلاب ميليشيا الحوثي، تدخل التحالف تحت لافتة استعادة الشرعية وإيقاف التمدد الإيراني في المنطقة، ولا تزال الحرب مستمرة. في المناطق المحررة غرقت دول التحالف بأطماع بعيدة عن أهدافها المعلنة، وانشغلت بأجندات وزرع نفوذ لها على حساب السلطة الشرعية، حتى أن المعركة مع ميليشيا الحوثي تكاد تكون متوقفة إلا من مناوشات هنا وهناك. فيما المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وهي المناطق الأكثر كثافة سكانية تعيش أوضاعا بالغة السوء في ظل استمرار سلطة القهر والجباية وتغلغل هذه السلطة بالعنف والإرهاب. ترك اليمنيون وحيدين دون سند في وجه الحرب والأزمات الإنسانية، فالرئيس وقادة الشرعية لا يزالون خارج البلاد، وهو ما ترك مساحة واسعة لتعزيز حضور الميليشيات المناوئة وتعاظم سلطتها. لمواجهة هذا الوضع السيء توالت الدعوات والحملات الشعبية المطالبة بضرورة عودة رئيس الجمهورية وطاقمه إلى اليمن ليدير شؤون البلد من الداخل، لكنه ككل مرة عاد إلى الرياض وليس إلى عدن، في حالة تعكس مدى تيه وضياع اللحظة اليمنية الراهنة وغموض المستقبل القريب في اليمن. وضع التحالف والسعودية بشكل خاص وتحولها من مهاجمة ميليشيا الحوثي إلى الدفاع عن أراضيها يظهر زاوية أخرى من زوايا تحولات الحرب. وصلت دول التحالف في اليمن إلى مستوى المطالبة بوقف هجمات ميليشيا الحوثي عن الأراضي السعودية وتهديد مصالحها في البحر، وهو ما يطلق عليه البعض بعواقب الانحراف عن المهمة التي يرفع التحالف شعارها. أجندات متداخلة ومشكلات معقدة تتراكم في الملف اليمني، واقتصاد حرب ينمو على حساب مأساة ومعاناة اليمنيين التي لا يبدو أن إزاحتها بيد أي من الأطراف الفاعلة في المشهد اليوم. إذن تابعنا التقرير حول موضوع هذه الحلقة، وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عبد الباقي شمسان. أهلا بك دكتور عبد الباقي شمسان، كاتب والمحلل السياسي والأكاديمي اليمني. أهلا بك دكتور عبد الباقي. حياك الله. وأيضا سينضم إلينا لاحقا الأستاذ ثابت الأحمدي، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة السعودية الرياض. دكتور عبد الباقي، بداية، الرئيس عاد من أمريكا إلى الرياض ولم يعد إلى عدن. كان هناك حديث مؤخرا عن عودته وعودة الشرعية اليمن لاستكمال التحرير، لماذا لم يعد إلى عدن برأيك؟ لا، يعني الحديث بهذه السهولة أنه رئيس الجمهورية يذهب إلى أمريكا ثم يعود للداخل، يعني أعتقد حديث غير منطقي.
ولا يتسق مع الواقع الموضوعي الذي تم تأثيثه منذ انطلاق عاصفة الحزم. هناك عمليات أثثت لواقع طارد للسلطة الشرعية، طارد لتوحد الهوية الوطنية، طارد لتوحد المزاج الوطني. يعني هناك عمليات قصدية، هكذا نسميها في علم الاجتماع السياسي، هناك عمليات قصدية، بمعنى القصدي أن هناك مخطط، أن هناك استراتيجية. هذه العمليات قامت ب يعني منذ انطلاق عاصفة الحزم بتقويض أو تآكل السلطة الشرعية، ليس على مستوى الوجود المادي، على المستوى حتى الوجود الرمزي. خلي بالك كلام أتحمل مسؤوليته، ليس على مستوى الوجود المادي في الجغرافيا، بمعنى أنها موجودة كحكومة، موجودة كمؤسسة قضائية، كمؤسسة أمنية، كحكومة تدير حياة المواطنين، لا، حتى كوجود رمزي بمعنى لها مكانة تقوم. شوف الآن أخطر شيء، حتى هذه السلطة لا توحد الجماهير اليمنية خلف مشروع وطني. هناك الآن تشظي للهوية الوطنية، يعني هناك مشروعين وطنيين، هذين المشروعين الوطنيين لم يعني هناك من عمل على تحفيز وتأثيث بناء الهويتين، والسلطة هذه كانت تشاهد هذه التأثيثات، تأثيث بمعنى أن هناك من يقوضها ويبقيها بالخارج، هناك من يقوم بعدم توحيد المزاج الشعبي اليمني. هناك صحيح أن هناك مخرجات لإدارة شؤون الدولة والمجتمع اليمني ناتجة عن حكم صالح أدت إلى استدعاء الهويات شمال جنوب، استدعاء هويات مناطقية، لكن هذا يمكن معالجته لأنه هناك خلل في إدارة شؤون الدولة والمجتمع يمكن التدخل لمعالجته. بعد الانقلاب كان بالإمكان توحيد المزاج الشعبي، تعزيز السلطة الشرعية، إخضاع الجيش والمؤسسة الأمنية للسلطة الشرعية، كان بالإمكان منح السلطة الشرعية إدارة الحياة اليومية، منحها التحكم بالموارد النفطية والمشتقات بحيث يكون لها مداخيل، دعمها للتمثيل الخارجي. لكن هناك عمليات قصدية، وهنا القصد يعني الاستراتيجية، بمعنى أن لا يمكن لرئيس الجمهورية يعني أن يذهب إلى أمريكا ويعود، هذا كلام يعني غير منطقي. طيب أنت كثير من النقاط أشرت إليها دكتور عبد الباقي سنتناقش فيها، لكن نقطة أنه عندما تقول ليس من الممكن أن يذهب الرئيس إلى أمريكا ويعود إلى عدن، ووضحت لماذا، لكن كانت هناك تسريبات عن مصادر إعلامية مقربة من الرئاسة تحدثت أن الرئيس ربما يعود إلى عدن. إذا كان ذلك غير ممكن، ما الهدف من هذه التسريبات إذن برأيك، وما التفسير لهذه الحالة؟ هناك الرغبات وهناك ضغوط على الرئيس عبد الرب منصور هادي بالعودة إلى الداخل. عندما من؟ من القوى الوطنية، من الضغط الشارع اليمني، من انفلات السلطة، من يعني انفلات السلطة والنفوذ والوجود لهذه السلطة على مستوى الواقع. عندما نشاهد أن الرئيس عبد الرب منصور هادي لا يدير مناطق الجنوب كما يسمونها المستعادة، هي لم تستعاد، يعني لا يديرها، لا يحكم فيها، طائرات اليمنية المدنية تأتي إلى مطار عدن وتعود، من الذي يعطي الأوامر؟ مطار عدن لا يستطيع الوجود فيه، هناك ميليشيات مرتزقة من أبناء المناطق الجنوبية تم إعدادهم وتسليحهم وتمييلهم وبناء ولاء لهم ما يسمى بعلم الإجتماع فوق وطني، يعني بمعنى فوق وطني يتجاوز الوطن نحو ولاء إقليمي، وهذا يمنحهم صفة المرتزقة. ولهذا رئيس الجمهورية كان بيده أن يلغي شرعية النخب والأحزمة الأمنية وتصبح ميليشيات مرتزقة، وبالتالي يتوجب على المواطنين وعلى الجيش اليمني مواجهتها وإخضاعها باعتبار أنها مرتزقة، لكنه لم يتخذ قرار. عندما الآن عدن لم تدير فيها الحياة اليومية منذ رحيلك إلى الرياض، أنت لم تعد، لا تدري الحياة اليومية، لا تتحكم بمشتقات النفط، لا تستطيع أن تخرج سجين من السجون، لا تستطيع يعني أبناء المناطق الشمالية لا يستطيعون، والمناطق الجنوبية يتحركون بحرية، أنت لا تمثل اليوم بشكل جيد، كيف تستطيع أن تعود للمعاشيق وأنت غير قادر على حماية ذاتك؟ الآن هناك تهديد، شوف نحن في منطقة أخطر مما تكلم فيها أنت، الآن هناك تسريبات تتحدث، هذا العودة إلى عدن هذا تسريب قديم،
التسريب الأخطر. وصلنا إلى مرحلة ما يسمى بالتأثيث الاستراتيجي، يعني هناك تأثيث في إطار استراتيجية، أصبح يتحدث عن انسحاب القوات الإماراتية، إعادة تموضعها. هذا هو الخطير، التسريبات هذه أخطر من تسريب عودة الرئيس. عودة الرئيس غير موضوعية، لأنه ينبغي أن يسبقها التنسيق مع السعودية، يسبقها يعني إخراج الإمارات العربية المتحدة من، وهذا إخراجها يحمل مخاطر من التحالف العربي. لماذا؟ لأن الإمارات ستقول لك أنا سأنسحب من المناطق الجنوبية، وهي قد أسست نخب وأحزمة وولاءات ومرتبات وأسلحة، سيتم هنالك عبث وجماعات عسكرية تطالب بفك الارتباط والاستقلال وتحقيق الحلم، وسيكون هناك تغطية إعلامية بحقهم في الوجود، وبالتالي أن الإمارات بريئة وهي انسحبت. هذا عنصر. التكتيك الآخر، عند انسحاب الإمارات سيحدث هذا ما يسمى الفوضى المنظمة، ثم ستعود الإمارات وستعود الحياة إلى ما كانت عليه، بمعنى الإمارات صمام أمان. هذه تكتيكات وسيناريوهات السلطة الشرعية عليها أن تأخذ الآن. ومن خلق كل هذه الفرص الإمارات اليوم؟ غياب الشرعية وضعفها. غياب يعني شوف، هنالك عنصرين. طيب دكتور عبد الباقي، نتناقش في هذه النقطة بعد أن نشرك معنا ضيفنا من الرياض اللي نتحدث عن النقطة الأولى في محور هذه الحلقة من المسألة اليمني. سأعود لك ورحب بضيفنا أيضا من العاصمة السعودية الرياض، السكرتير الإعلامي في الرئاسة اليمنية الأستاذ ثابت الأحمدي. أهلا بك أستاذ ثابت. أهلا وسهلا أخي العزيز والضيف الكريم دكتور عبد الباقي شمسان، وأهلا وسهلا بكم جميعا. أستاذ ثابت، لماذا لم يعد الرئيس هادي إلى عدن، خصوصا أنه كانت هناك تسريبات تتحدث عن عودته ربما مباشرة من الولايات المتحدة إلى العاصمة المؤقتة عدن؟ عزيزي سأقولها بملء الفم بكل صراحة، لم يعد هناك أحد من القيادات اليمنية الشرعية التي مقيمة في الرياض تريد العودة إلى اليمن وتحرير البلاد أبدا. مصالحها ارتبطت بالخارج وارتبطت أيضا بطول الحرب، وبالتالي فهي تفضل طول الحرب وتفضل البقاء في البلاد إلى سنوات قادمة حتى لتقضي ما تبقى من عمرها في الخارج. العودة إلى اليمن في الوقت الحالي مجازها بالنسبة لها، وهو أيضا يعني انتهاء دورها على المدى القريب تماما، يعني سنة بالكثير، ستة أشهر، سنة، لن نقول عن سنتين، وستنتهي كل الوجوه الموجودة اليوم من الصف الأول، وسيأتي جديد بالطبع هذا في حال عادت وانتقل الناس إلى مشهد جديد. بقائهم في الخارج والمراهنة على كونهم الشرعية أو قيادة الشرعية، وفعلا هم قيادة شرعية من هذه الناحية، لكن بقائهم في الخارج يطيل من أمد الحرب ويطيل من مصالحهم ويطيل أيضا من يعني البقاء على مصالحهم في الخارج. أما العودة إلى الداخل وحسم الحرب بصورة نهائية فهو ضد مصالحهم الخاصة، واليوم أستطيع أن أقول أغلب قيادة الشرعية لا تعمل القضية اليمنية بل تعمل لمصالحها الخاصة، تحولوا تجار حروب وتجارا لمصالحهم الشخصية سواء في دول الخليج أو في القاهرة أو في تركيا أو في بقية الدول. طيب قلت أن بعودتهم هم لا يريدون العودة اليوم إلى الداخل لأنه سينتهي دورهم قريب وعلى المدى القريب تحديدا، لماذا؟ يعني وفق أي مؤشرات؟ مصالحهم كما قلت يا عزيزي، مصالحهم الآن هذه النخبة، نخبة القيادة الشرعية، أو دعني أقول أغلبها حتى نكون حصيفين أكثر، لم تعد تعمل لصالح القضية اليمنية، تحولوا تجارا، استرخوا في الفنادق، استرخوا في القصور والفلل، وبعضهم تملك هنا القصور والفلل سواء في الخليج أو في القاهرة أو في تركيا أو غيره. يعني العودة إلى اليمن في بعض الصعوبات أو المناقصات التي قد تنقص عليهم يعني بعد عودتهم، هذا هو الواقع. طيب بعد خمس سنوات اليوم، لماذا وكيف تحول اليمنيون من مطالبين باستعادة الدولة إلى عودة الشرعية إلى الداخل؟ بالتأكيد، لأنه كان يفترض ألا تطول عاصفة الحزم إن وجدت هناك قيادة. وأقول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وأيضا الإمارة العربية المتحدة وبقية الدول وفروا كل الإمكانيات للشرعية من طلقة الآلي إلى الصاروخ إلى الطائرة إلى الأموال إلى الدعم المادي والمعنوي إلى السند الخارجي، كل ما تحتاجه الشرعية ماديا ومعنويا. ومع هذا لم يتم استغلال هذا السند الكبير من قبل قيادة الشرعية. حصل طبعا هناك بالتأكيد هناك استطيع أقول أمراء حروب أو متشاكسون فيها بينهم،
وبالتالي أصبحوا يعملون لمصالحهم الخاصة. أن تحصر كل شيء اليوم على قيادات الشرعية، لكن هناك من يرى أن التحالف على عكس رؤيتك هو يقيد تحركات الشرعية ولم يتح لها الفرصة للعمل من الداخل. لا أتفق معك، هنا لو وجدت إرادة لدى الشرعية مسنودة بالشعب اليمني من سابع المستحيلات أن يستطيع التحالف العربي أو الدولي أو أي جهة كانت أن تقول له لا. وأيضا لا تنسى يا هي أن عاصمة الحزب من البداية ومن البيان الأول لها جاءت لتحافظ على وحدة اليمن ولتقضي على الانقلاب، هذا هو مما هو موجود في البيان الأول لعاصمة الحزب وفي البيانات التي تلتها وفي المؤتمرات وفي التصريحات التي تلتها من أول بيان إلى آخر بيان إلى اليوم، كلها ما جاءت إلى لتساند الشرعية ولتقضي على الانقلاب، وقد وفرت كل الإمكانية في ذلك. المشكلة مشكلة ذاتية، مشكلة عدل، مشكلة قيادة. يا أخي اليوم ليس هناك يعني قائد من القادة الكبار يريد العودة إلى اليمن، مصالحهم ارتبطت بطول الحرب كما قلنا، مصالحهم ارتبطت بالخارج، ارتبطت يعني بطول الحرب وأيضا ببقائهم خارج الوطن. طيب تبقى معنا أستاذ ثابت، أعود الدكتور عبد الباقي في الاستديو، استمعت لحديث الأستاذ ثابت. إذن الإشكالية هي إشكالية ذاتية في قيادات هذه الشرعية، تحولوا إلى تجار حروب كما يقول الأستاذ ثابت الأحمدي، لم تعد لديهم رغبة، والتحالف لا يعيق أي تحركات أو نشاط أو أي دور يريدون ممارسته داخل الأراضي اليمنية، لكن لا توجد لديهم الرغبة. لا أنا يعني أختلف مع هذه الرؤية. نحن ندرك أن عبد الرب منصور هادي والحكومة التي كانت موجودة أثناء الانقلاب كانت عبارة عن يعني سلطة هيكلية غير قادرة على إدارة الشام العام الوطني، نظرا لهيمنة صالح على المؤسسات ونظرا للبنية المجتمعية اليمنية وبنية المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخباراتية التي تم بناءها على عقيدة ولاءات. وبالتالي عندما تم الانقلاب عبد الرب منصور هادي كان بالإمكان أن يكون له استراتيجية، ولكنه كان عاطفيا فاقدا للقدرة على استعادة زمام الأمور، بحيث ضع الرؤية لاستعادة الدولة، سلم أمره وسلم أمر الشعب اليمني لدول التحالف العربي. دول التحالف العربي لم تكن من أهدافها استعابة السلطة الشرعية، كان من أهدافها بقاء الوضع اليمني هشاً، بحيث أن لها مصالح استراتيجية. هذه المصالح تتعلق ليس فقط في إطار موانئ دبي والسيطرة على المنافذ البحرية، بل أيضاً هذه المصالح مرتبطة بمواجهة إيران، بمعنى أن الإمارات لها مصالح في السيطرة على موانئ دبي، على ميناء عدن وعلى سوق قطرة وعلى المنافذ البحرية في إطار موانئ دبي، وهذا بالاتفاق مع بريطانيا وأمريكا، بحيث أن لأمريكا مصالح بحيث سيكون هناك إيجاد منطقة هشة لاستدعاء الأساطيل الأمريكية. السعودية لها مصلحة في إطار مواجهة إيران بتأجيل المعركة، لأنها تريد أن تكون موجودة في المناطق الشرقية، بحكم أن الدراسات قالت أنه لا يمكن مواجهة إيران إلا بإيجاد أنابيب نفط خارج مضيق هرمز وباب لندب. بالتالي اثنين، كانت هذه الدول لديها قلق واضح من الثورة الشبابية، من التحولات الديمقراطية، وبالتالي تريد تقويض، لا تريد، تريد إضعاف صالح والتعامل مع الحوثيين، تريد أيضا تسليم السلطة لجماعات موالية، كل تريد التخلص من الإصلاح، لا تدري ما بتريد، لكن ما تريده الهدف الرئيسي عندها أنها لا تستعيد السلطة، هي بحاجة إلى بعض الوقت في إطالة المعركة. هذه الإطالة المعركة ليست اعتبار. طيب إطالة الوقت وإطالة المعركة أيضا يستنزف هذه الدول الكثير والمزيد من الضغوط تمارس عليها. المصالح التي حققتها دول التحالف الثنائي، لا أقول التحالف العربي، التحالف الثنائي، لأن السودان والآخرين انسحبوا، بقي السودان، هذولا يعني لهم داخلين في المعركة في إطار التمويل المالي والمقابل، لكن التحالف الثنائي مستفيد. الإمارات تعتقد أنها سيطرت على ميناء عدن وعلى سوق قطرة، تعتقد، وأنا أقولها تعتقد مؤقتاً، تعتقد مؤقتاً. الشعب اليمني لا يمكن يقبل هذه السياسات الإماراتية وهذا التعامل
العنصري التميزي اللي لن يقبل الشعب اليمني برمته، لذلك تعتقد أنها سيطرت وأنها أضعفت السلطة وأنها أوجبت نخب. هذه السياسة توني بلير يعني ومراكز الأبحاث، كيف يمكن أن تجد فاعلين غير الدولة لإضعاف الدولة؟ هذا مشروع يعني أبجدية علم الاجتماع، إيجاد فاعل غير الدولة لإضعاف السلطة الشرعية. هم يعتقدوا أنهم سيطروا، سيجدون أحزمة أمنية، مجلس حراك جنوبي، سيقسمون طيب المكتب. هذه الدراسة. حتى وجود الحوثيين، هدف إماراتي سعودي، لأن السعوديين ما زالوا يحلموا أن الحوثيين تحت السيطرة مثلهم مثل الملكيين في عهد الجمهورية. وبالتالي الآن ماذا نتحدث؟ نحن الآن نشوف، ركز معي، يتحدث عن مواجهة بين السعودية والحوثيين باعتبار أنه هذه سلطة واقعية وهؤلاء السعودية دولة مجاورة. لا نتحدث عن المناطق الجنوبية والإمارات وكأنها قطاع منفصل تماما ولا علاقة له للضربات ولا للطائرة المسيرة. وهذا يعني أن الحوثيين يريدون حوار مباشر بين السعودية والحوثيين باعتبار أنهم هم السلطة الواقعية. لا وجود لسلطة شرعية، السلطة الشرعية غير متواجدة في عدن. هناك حديث عن تسريبات لانسحاب الإمارات، هذا يعني أن هناك محاولات انقلابية قادمة جدا بالجنوب. بالتالي دول التحالف لها كانت استراتيجية. نحن في حاجة اسمها التوقع والمخطط. نحن كنا نعتقد، وأنا كنت أيضا وأعترف وأعتذر للجمهور اليمني عبر التلفزيون، تحدثت وتناقشت في القنوات وكنت أتحدث عن التحالف، وكنت معتقدا بأن السعودية والإمارات جزء من معركتنا في أمن القومي وأنها تواجه الإيران وأننا في معركة واحدة. فاتضح لي أن السعودية والإمارات ليس معنا في خندق، ولا علاقة لها باستعادة السلطة، ولا علاقة لها إلا بمصالح الاستراتيجية. طيب في نقطة أيضا، لكن لو سمحت أكمل جملة واحدة فقط. ولكن هذا لا يبرئ، لا يعني أن السلطة الشرعية بريئة. السلطة الشرعية، أنا شوف 90% دول التحالف كان لها استراتيجية، الرئيس الجمهورية 100% مع الأطفال الذي حوله، الأطفال، وأكررها ولن أخسر شيء، الأطفال الذي حول الرئيس الذي أحاط نفسه بمجموعة من العيال الأطفال الصغار ليديرونا في أهم مرحلة تاريخية لاستعادة الدولة. نحن الآن نحتاج إلى نخبة جنب هذا الرجل، نحتاج إلى 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 ما يسمى بيوت خبرة، لكن هذا الرجل مستعين مجموعة لصوص ومجموعة نهابة، مجموعة فاسدين، يعني سرقوا البلد ولديهم تنسيقات مع الحوثيين في إطار التهريب والسرقة حتى بما في الطائرة اليمنية. بالتالي عليه طيب نقاط كثيرة سأعود لتناقش معك دكتور عبد الباقي، لكن أعود مرة أخرى للأستاذ ثابت الأحمدي السكرتير الإعلامي في السفارة. إذن الدكتور عبد الباقي يقول ليس من أهداف التحالف اليوم استعادة الشرعية كما تقول، وأنه داعم ومساند، وأنت استشهدت بالبيان الأول لعاصفة الحزب في ذلك وما تلاه من خطوات داعمة كما قلت للتحالف للسلطة الشرعية اليوم. هدف التحالف كما يقول الدكتور عبد الباقي هو جعل الوضع هش كما هو عليه وخلق هذه التشكيلات والتباينات الموجودة داخل المجتمع. ما ردك؟ عزيزي تخيل فقط لو انسحب التحالف العربي من سرياح أو من ميديا أو من بعض هذه المناطق التي مسيطر عليها، أجزم أن الحوثي سيزحف على بقية المحافظة اليمنية في 3 أيام ولن يزيد. هذا في حال يعني سحب التحالف العربي منصات صاروخية وأسلحته الدائمة. أظن لم تبقى لليمن باقية أو لقيم الشرعية باقية في حال توقف التحالف العربي عن دعم المملكة العربية السعودية. أنا أعكس الرغم الذي ذكره الأخ العزيز الدكتور فيما يتعلق بحمل 90% من المشتري حمل هذه التحالف، أنا أحمل هذه الشرعية بدرجة رئيسية. يعني لم نسمع حتى اللحظة لا عمليا ولا نظريا أن المملكة العربية السعودية، دعني أتكلم بوضوح، أن المملكة العربية السعودية على وجه التحديد تبنت موقفا عمليا او حتى نظريا ضد القياده الشرعيه وضد اراده الشعب اليمني وضد الشرعيه اليمنيه بشكل عام ابدا. كل ما نسمعه ونشاهده عمليا ونظريا هو دعم تماما للحكومه اليمنيه وللقياده الشرعيه. المشكله العجز عندنا يا عزيزي. لا اريد ان يعني اقول يعني هناك قيادات عسكريه تبيع بعض الاسلحه للحوثيين، وهذا ايضا معلوم ومعروف عند الجميع. قيادات عسكريه تتبع الشرعيه وتبيع اسلحه للحوثيين. وصل بهم الحد الى بيع الجوازات الدبلوماسيه تباع بالمزاد العالمي تماما كانها يعني من الاساس.
الفساد الذي ضارب داخل الشرعيه يحول دون تحرير كيلو متر مربع واحد. والا يا اخي العزيز، ما الذي يمنع الرئيس عبد الرب المنصور هادي وعلي النقطين الاحمر ان ينتقلوا الى خيمه دعانه الى تقريبا من هناك يزعفون؟ بول بريمر احتل العراق من 13 كيلو مسك 13 كيلو داخل بغداد وزحف على العراق كامل من هذا المربع من المدينه الخضراء. ما الذي يمنع هؤلاء ان يعودوا الى بلادهم وان يديروا البلاد وينطلقوا ويزحفوا؟ اظن المشكلة عدم إرادة، المشكلة عدم وجود رؤية مطلقا. سأقولها لك، رئيس الجمهورية يقضي أكثر من 16 ساعة يوميا نوما بجانبه قليل من الجهلة والصغار أيضا كما ذكر الدكتور، ولا يريدون أن ينظروا في أي قضية ولا يريدون أن يسمعوا من أحد. الوزراء والمسؤولين وغيرهم يعودون يعني من مكتب الرئيس ولا يستطيعون مقابلته، بل لا يستطيعون حتى مقابلة مدير مكتبه ولا أحد من حوله. هذا هو الوضع. أنا أضعك الآن الصورة على أنتم محيط. الآن أنت والدكتور عبد الباقي الثابت ربما اتفقتم على تشبيه مستشاري الرئاسة والهيئة الاستشارية بالأطفال، لكن ما يظهر في وسائل الإعلام وما نتابع من اجتماعات للرئيس بمستشاري هم من قيادات الأحزاب والقوى السياسية اليمنية المؤثرة اليوم في المشهد اليمني. أجزم وأقولها بكل ثقة، ليس لأي أحد قرار أو سلطة أو تأثير غير الرئيس هادي مباشرة، بمن في ذلك نائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح، بمن في ذلك رئيس الوزراء سواء السابق مدعو الدين دار أو اللاحق الدكتور معين عبد الملك. ليس لأحد أي سلطة أو ليس لأحد أي قرار. كان الدكتور بن دار عنده هامش محدد من الصلاحيات، حين جاء الأخير تمت الآن الصلاحية كاملة بيد الرئيس هادي وبيد مدير مكتبه. كل الصلاحية اليوم تأتي من نقيل القات من داخل القصر الملكي من مجلس عبد الله العالمي فقط. لا طيب أعود لك لاحقا أستاذ ثابت في النقطة التي ربما كنت أنت أشرت إليها فيما المستشارين والهيئة الاستشارية التي حول الرئيس هادي، ماذا عن هذه القيادات اليوم الوطنية رؤساء الأحزاب ومن الأحزاب المتواجدين في الرياض؟ من نزع صلاحياتهم ولماذا؟ كما إذا اعتمدنا المعلومات التي أوردها الأستاذ ثابت الأحمدي، لماذا اليوم الحرص على بقاء كل شيء بيد الرئيس هادي واستبعاد نائبه ورئيس الحكومة برأيك؟ الرئيس هادي هو تلميذ فاشل للرئيس المخلوع لعبد الله صالح، كان تلميذا فاشلا. يعني هو خريج نفس المدرسة ولكن ليس بنفس الحنكة والذكاء، بمعنى أنه حاول أن يسيطر على الخيوط وأن يكون كل شيء مربوط في يده، ولكنه هذا التلميذ فاشل. 18 عام لم يستوعب، لو كان درس في الجامعات لكان قد أخذ دكتوراه، ولكن هذا الطالب فاشل، بمعنى أنه يريد أن يجمع الخيوط ويكون مركز الحدث، ولكن نحن ليسنا في حالة استقرار. يعني الرئيس عندما صالح عندما جمع الخطوط كان يسيطر على سنحان، وكانت يعني القوات المسلحة والأمن تنتمي إلى جغرافية محددة. عبد الرب منصور هادي أبين خرجت من معادلة مع بعض المناطق الجنوبية والضالع بعد 94، وبالتالي هناك حرب تمت وهناك إقصاء لمناطق، يعني لم يكن يستند إلى جغرافية عسكرية بمناطق التجنيد، ولم يكن لديه شبكة علاقات مشايخية، وليس له شر. يعني حتى النخبة التي وقفت معه قبل الانقلاب يعني تنصل عنها، وبالتالي اثنين هذا في حالة الاستقرار. فكيف الحال؟ يعني أنت ليس لديك لا جغرافية تجنيد، ولا لديك نخب يعني شبكة علاقات تجارية وفساد كمصالح، وليس لديك حزب عبارة عن حزب يعني كل ولائه لك في المنافع، ولا تستطيع أن تجد لك جمهور، وبالتالي هذا في حالة السلم. كيف في حالة الحرب وأنت في حالة حرب وتدير معركة بعقلية صالح مشوهة؟ بالتالي هذا الرجل يعني كان بالإمكان أن يدير المعركة بأكثر ذكاء، لأنه صرح قال لن تتقسم اليمن في عهدي. ولكن نحن نشاهد اليمن تتشظى ليس جغرافيا، نحن دائما أنا لا أخشى من التشظي الجغرافي، الأخطر هو التشظي في الهويات، الأخطر هو التشظي في النفسية والمزاج الشعبي. أن الجغرافيا نستطيع أن نضع عسكر، نضع بوليس، نجبر الناس، نجمعهم في كرش ونمسك سلاح ونجبرهم، لكن نفسيتي مش عاوزك يا أخي، مش لا أريدك. هنا الصعب، المزاج الشعبي، الهوية الوطنية، الرموز المشتركة. هذا الرجل يدير معركة وكأنه في حالة استقرار. لا يمكن لشخص عاقل
أن يدير استعابة دولة وهو في خارج الوطن، خارج الجغرافية. لا يمكن لرجل يدير دولة وحول، يعني هو أضعف الأحزاب السياسية، أضعف الأحزاب عندما عينه مستشارين بالذكاء لعبد الله صالح، عين هذا مستشار بعدين يأخذ منهم توافقات، يلاقيهم خارج اللقاء، يروحوا لاجتماعهم متوافقين، وبالتالي هو جعل الأحزاب السياسية هم جزء من السلطة وكأنهم خارج السلطة، بينما هم فقدوا القدرة. دول التحالف دخلت، جعلت الأحزاب السياسية تابع غير قادر غير فاعل، أفقدتهم القدرة، جعلت الجيش الوطني مرتبط بالمرتب، الفول وصل ما وفرس الفول، تقدم ما تقدم فقدتنا، جعلت عبد الرب منصور هادي ينتظر المرتب مثله مثل نحن الآن موظفين مفصولين أو غيرنا، السعوديين جابوا لنا مرتبات بينما عندنا موارد لأنهم جففوا الموارد. فأنت تدير دولة أم أنت رجل بسيط؟ نحن 25 مليون سلمنا لك رقابنا، بالتالي عندما تدير دولة لا تديرها بمجموعة من الأطفال حولك، لا تديرها بإضعاف الأحزاب السياسية، لا تديرها من الرياض. أول خطوة لهذا الرجل إذا أراد أن ينهي حياته، لا يمكن لشخص، أنا يعني هذا الرجل إذا كان صالح خرج بهذه الطريقة البشعة، عبد الرب منصور سيخرج بأكثر بشعة إذا لم يعدل خطته. وأول خطوة للتعديل، وأنا أقولها وأكررها لمليون مرة ولن أمل، بإعادة العلاقة مع المملكة العربية السعودية خارج التحالف وخارج المادة 51 أو داخلها، مع إنهاء التحالف، إنهاء التحالف مع الإمارات وإخراجها من الجغرافية، مع الاستعداد، لأنه الآن خروج الإمارات هي نفسها تقول سأخرج ولا حاجة لي، لكن هي قد فخخت الجغرافيا بأحزمة. طيب أستمع لرأي الأستاذ ثابت الأحمدي في هذه النقطة وهذه الرؤية التي طرحها الدكتور عبد الباقي شمسان فيما يخص إعادة تصحيح العلاقة مع التحالف السعودية وإخراج الإمارات من المشهد، ما الذي سيتغير وإلى أي حد هذا سيخدم القضية اليمنية أستاذ ثابت؟ أخي الكريم والضيف أيضا والمشاهدين الكرام، دعني أقول لك دول التحالف أو المجتمع الدولي أو كل الدول التي لها حضور بأي صورة من الصور في الشأن اليمني، القضية اليمنية بالنسبة لها قضية هامشية أو قضية ثانوية، يعني على أحسن الأحوال لا يهمهم، ليست أولوية، قضية اليمن ليست أولوية لأي دولة على الإطلاق، هي أولويتنا نحن فقط. لكن المشكلة نأتي إلى قيادتنا الشرعية ونقيم أدائها، لن نجد القضية اليمنية في اهتمامات القيادة الشرعية، ليست حتى ثانوية، أقول هذا بكل صراحة، ليست حتى ثانوية. هذا الواقع الذي هو عليه اليوم منذ فترة طويلة. طيب لماذا القضية اليمنية اليوم ليست أولوية؟ لماذا واليمن هي تمتلك هذا الموقع الاستراتيجي ولطالما تم الحديث عن ذلك؟ أستاذ ثابت؟ ألو؟ تسمعني؟ هنا خالف الصوت، فضلا أعيد السؤال. قلت لك لماذا اليوم القضية اليمنية كما تقول ليست أولوية وهي على الهامش بالنسبة للمجتمع الدولي والإقليم؟ من حقي يا أخي، مصالح لكل دولة أولوياتها الخاصة وهذه ترتيباتهم وهذه رؤاهم الخاصة، كل دولة تعمل لاستراتيجيتها وفق خططها الخاصة. يعني هل يعني تتوقع أن تكون اليمن على رأس جدول الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو حتى دول التحالف العربي؟ لا يا أخي، وهذا منطق طبيعي أصلا ويجب أن نتعامل معه على هذا الأساس. يجب أيضا أن تكون اليمن هي قضية نحن وفي الشرعية هي قضية من أساسية، لكن لا هذا ولا ذاك، لا هذا حصل، لا هذا تأتى ولا هذا حصل، كل في عالم. طيب أستاذ ثابت، سؤال أخير لك، ما الذي يتوجب اليوم على الشرعية فعله وما هي قادرة وما الذي هي قادرة على فعله الآن؟ وأيضا ما المتاح اليوم على اليمنيين؟ هل يتم البحث من قبلهم عن مخرج وخيارات جديدة بعيدا عن الشرعية وعن التحالف وعن الانقلابين؟ والله يا عزيزي، إن كانت الشرعية جدا يجب علينا الانتقال فورا إلى عدن وتأمين جميع المدن التي تقول أنها محرضة، أو إذا لم تستطع الانتقال إلى عدن تستطيع أيضا البقاء بمعرفة بكل سهولة، ومن ثم تعد معركة، يعني خطة لمعركة عسكرية للزحف إلى صنعاء، ولن تحل قضية اليمن إلا بشركة العزيز. مسألة الرهان على مسألة الحوار وعلى السلم والتفاوض، هذه مسألة يعني خيالية ووهم، نبيعها أحيانا لأنفسنا ونبيعها للآخر أبدا. هذا الحل، أيضا تصحيح
البنية وهيكلة الشرعية نفسها، إبعاد الأطفال من جانب الرئيس والجهلة، الناس جهلة محيطون بالرئيس لا يجيدون القراءة والكتابة، هم من يرسمون السياسات في الوقت الذي تم إبعاد الأكاديميين والسياسيين والمفكرين ورجالة الخبرة ورجالة الأمن أصحاب التجربة والخبرة منذ عقود أو من عقود طويلة. يعني أحاط بالرئيس اليوم جهلة شلة خاصة هم الذين يسيرون هذه الأسف الشديد، وهذه هي الخطوة الثانية التي ذكرت يعني إصلاح يعني في الشرعية إلى جانب الخطوة الأولى العودة ومن ثم التحضير للزحف وإتمام المعركة. شكرا جزيلا لك ثابت الأحمد السكرتير الإعلامي في الرئاسة اليمنية، كنت معنا من جدة في المملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا لك. دكتور عبد الباقي، هل اختلفت نظرة المجتمع الدولي للقضية اليمنية ولماذا أصبحت على الهامش كما يقول أستاذ ثابت؟ بالعكس، اليمن تشكل أولوية استراتيجية ملحة، ولكن هذه الأولوية الاستراتيجية لبريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات هو أن تبقى اليمن هشة ورخوة لعقد أو عقد ونصف، لأنها هنالك أهداف استراتيجية في إطار إيجاد ناتو سني في مواجهة إيران، في إطار إدماج إسرائيل في الناتو السني لمواجهة إيران وهذا ما نشاهده اليوم، في إطار عودة بريطانيا إلى مستعمرتها القديمة، في إطار أن تكون أمريكا موجودة في المنطقة، في إطار خلق إيران كمهدد أول يسبق إسرائيل في المنطقة، في إطار وجود أساطيل أمريكية، في أكثر من إطار. وبالتالي من قال أن هذا أولوية؟ هذا الصمت. هل الغرب لا يدرك أن لدينا مجاعة؟ وهل هذه المجاعة، أليست هذه المجاعة فعل قصدي؟ وأنا قلتها يعني في قبل 3 سنوات أن خلق مجاعة وعدم دفع المرتبات فعل قصدي أو مدخل من مدخلات إدارة المعركة من قبل الحوثيين، لأن إيران تدير المعركة. إيجاد أزمة يمنية ومجاعة وعدم دفع مرتبات هذا يجعل إيقاف المعركة سهل، وأن اليمن تعاني من مجاعة، وبالتالي الغرب مارس ضغط وكلما تقدمت قوات الشرعية توقف، وبالتالي إيجاد مجاعة وعدم دفع المرتبات فعل قصدي من قبل الحوثيين وبصمت دولي. من الذي يعمل الهدنة الاقتصادية وجعل البنك المركزي تحت رعاية الحوثيين بحيث استنزفوا الميزانية؟ أليس الغرب يدرك أن الحوثيين يقومون بقصف للصحفيين وقاموا بانقلاب على الشعب اليمني وأن هناك سلطة شرعية؟ يعني هذه هم يريدون. من الذي قال أن اليمن لا تشكل أولوية؟ اليمن ميناء عدن في المستقبل، ميناء عدن بحد ذاته هذا أهم، ثاني أهم ميناء في العالم، سقطرى من أهم المواقع في إطار معركة طريق الحرير. وبالتالي الغرب كيف يمكن الآن لما جاءت بريطانيا وعفواً أمريكا إلى المنطقة تحت ماذا؟ تحت حماية الملاحة الدولية، تحت المواجهة. الإماراتيين يريدون ميناء عدن، السعوديين يحتاجون في إطار المواجهة إلى خط الأنابيب الممتد من السعودية إلى الربع الخالي مروراً بالمهرة. كل هذه العمليات استراتيجية. بالتالي بقاء اليمن هش وضع وإضعاف السلطة الشرعية هدف قصدي مع صمت غربي. يعني الغرب لا يدرك أن الحوثيين يسرقون المستعبات الإنسانية؟ هل الغرب الذي لديه هذه الاستخبارات والمعلومات والCIA والمخابرات البريطانية والألمانية والأقمار الصناعية وكيف هو كان يساعد بويومي والحوثيين بالمال ومنحهم فرصة للاستيلاء على المدخرات للشعب اليمني في البنك المركزي، هو الذي سمح لهم بتهريب السلاح؟ هذا لأنه في إطار استراتيجي. من قال ليس لها أولوية؟ قد يقول البعض هذه الرؤية التي يطرحها الدكتور عبد الباقي اليوم لا تستقيم مع التطورات الحاصلة اليوم، وأنت مدرك لتصاعد الهجمات اليوم الحوثية على المدن السعودية أبها. هذا التصاعد والصمت يخدم السعودية وكما هنه يخدم المعركة. بالعكس هو يضعف هيبة المملكة العربية السعودية اليوم. هل نحن الآن نتحدث عن الجرائم السعودية وعن الخطر السعودي؟ الآن نتحدث عن السعودية أصبحت يعني يسموه ايش
يعني معتدى عليها ولا يعني وتحتاج الى اسلحه وصفقات سلاح وانا نسينا حادثه خشقي وبالتالي نبرر لتمويلها ونستطيع ان ننسى كل القصفات الجويه الخاطئه على اليمن. انظروا ماذا يفعل الحوثيين. هذا اثنين، هذا يساعد في الاستراتيجيه لتقسيم اليمن، بمعنى ان الحوثيين قوة واقعية على السعودية أن تتحاور معهم بعيدا عن السلطة الشرعية، وهذا يعني أن الحراك الجنوبي سيعلن فك ارتباط وبالتالي هناك فاعل غير الدولة. كل هذا استراتيجي وليس عملية اعتباطية. من قال لك أن السعوديين غير قادرين؟ السعوديين يستطيعون. مد الجيش اليمني في تخوم صنعاء وفي مارب وفقط يعطوا الدعم العسكري لأبناء تعز ولأبناء والجيشنا في التخوم، تقدموا وهذه أموالكم وانظم بس يحدث. أما أنك تتلقى الضربات لقصف يعني الطيران من غير طيار تقصف لي قطعة يعني من مبنى وأنها طالما تم الحديث عن توقف دعم الجبهات من قبل التحالف اليوم، لكن هناك في المقابل حديث ربما وأنت استمعت للحديث والمعلومات الأخيرة تحدثت عن دعم ربما جبهة تعز بثمانية مليارات ريال ولم يحدث شيء من التقدم، أن هناك استغلال اليوم من قيادة الجيش. لا شوف، هذا الحديث عن لم يحدث، العملية ليست، نحن لا نتحدث عن بيع بالتجزئة، لا نتحدث عن بيع بالتجزئة في استعادة وطن، نحن نتحدث عن عملية استراتيجية لاستعادة وطن. عملية استراتيجية تعني عندما أدعم الجيش في تعز ماذا سيفعل؟ سيحرر جزء من الجغرافيا، هذه المليارات المدعومة هي لشراء ولاءات لإيجاد قطاع منفصل في تعز. العملية منطقية واضحة وصريحة، رئيس جمهورية عدلة عدن، إلغاء أو ضم الأحزمة التابعة للإمارة تحت سلطته، ترك جيشنا الوطني يتقدم في باتجاه صنعاء. الشعب اليمني لا يحتاج، سينتفض عن بكرة أبيض. الشعب اليمني في صنعاء وأنا أقول لك وأنا أتحمل مسؤولية، أبناء صنعاء سيكونوا يعني نارا حامية وسيلتهمون الحوثيين التهاما لم يعودوا يتحملوا، فقط يحتاجوا الشعور. حصلت انتفاضة ديسمبر في صنعاء ولكن سيتركون. شوف قبائل حجور أبناء تعز، شوف لا يمكن لك تتحدث عن شوف إذا التحالف حرر تعز استعادها كاملة وقضى الحوثيين، أعلم أن الحوثيين أن الدول التحالف صادقة وغيرت استراتيجيتها. طالما أنهم دفعوا أموال، بمعنى أنهم اشتروا ولاءات، بمعنى أنهم فقط دفعوا مرتبات، المسألة تتعلق بعملية عسكرية مركزية لا تتعامل مع مارب قطاع منفصل ولا تعز قطاع منفصل ولا عدن جغرافية مستقلة، ولا يمكن لك أن تتعامل مع المجلس الانتقابي الجنوبي وتعامل مع عبد الرب منصور هادي، عليك أن تتعامل مع سلطة شرعية. ولا يمكن لك، لو كان دول التحالف صادقة سيقومون بطرد عبد الرب منصور هادي وأطفاله الصغار اللي حوله، سيطردوهم شرط طرد، يقول له عفوا وبالتالي سيتدخلوا هنا باي صفه؟ لا اقصد ممثل الشرعيه، اقصد ممثل الشرعيه، بس يعني انه يعني اذا كانوا طيب صادق في نقطه ذكرتها. لا 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 حتى لا يفهمني، حتى لا يفهمني المشاهد انا اتكلمت بشكل هنا ونقطه حتى لا يفهم كلام سابق لك. لا لا حتى لا يفهم انه عاطفي، اقصد انه اخراج السلطه للجغرافيا هي الخطوه الاولى تسبق تعز، يعني انه تقول للسلطه، لانه في علم الاجتماع في حاجه اسمها احلال، إحلال سلطة شرعية مقابل إحلال بمعنى ريبليسمنت، يعني بمعنى أنه أنا في انقلاب أعمل إحلال، هذا لا يأتي إلا هنا سلطة انقلابية في الجغرافيا. لا يمكن تعمل إحلال ريبليسمنت إلا إذا كان في سلطة في الجغرافيا، لا يمكن لك تحدث انقلاب وانت في الرياض. بالتالي علم الاجتماع، علم السياسة، حتى المواطن البسيط اللي هو مواطن لا علاقة له بالسياسة، مش ممكن لك أنه واحد في بيتك تقول له أنا بستعيد بيتي وأنت في طيب في آخر دقيقتين أريد منك أستوضح منك نقطة حتى لا تفهم غلط. أنت ذكرت وقلت ربما أن اليوم حالة الأزمة الحاصلة اليوم بين الشمال والجنوب ربما أنها تكون من كوارث الرئيس هذه، لأنه خلق حالة مزاج شعبي سيئة ربما دعت الناس إلى الانفصال، ووصفت اليوم من يوجد في الجنوب ممن هم كانوا مقاومة شعبية ووقفوا ضد الانقلاب بالمرتزقة، هذا قد يؤخذ اليوم على المرتزقة. أقصد الأحزمة الأمنية، لا أقصد بالجميع، قد يكون في التجني المجلس الانتقالي الجنوبي والحزام الأمني والنخب هم مرتزقة ولهم ولاء فوق وطني ولا علاقة لهم. أتحمل هذا. هؤلاء كانوا موجودين في معركة التحرير؟ لا شوف، معركة التحرير الوطن
يعني أنت عندما تستعيد وطن هناك في حاجة اسمها رؤية استراتيجية. أقصد قد يفهم هذا الكلام أنه أيضا تصعيد في خلق حالة الفصام الموجودة اليوم في المزاج الشعبي أكثر وأكثر. لا لا شوف عندما نشخص حالة صعبة لا نتعامل مع عواطف، لا نتعامل مع عواطف. من الذي يعني من الذي حفز تشظي الهوية؟ من الذي خلق؟ هذه وجهة نظر والكلام هذا دكتور قد يفهم. لا لو سمحت دعني لا يعبر عن الجميع حتى لا يفهمني الجمهور غلط. أنا أتحمل مسؤولية كلامي. الحركة الأحزمة والنخب والمجلس الانتقالي مرتزقة ذات ولاء، ليس وطني ولهم ولاء، لا علاقة له بالجنوب، له علاقة بمصالحهم الشخصية. لا يمكن لصاحب مشروع وطني أن يقضم السلطة الشرعية. لكن دكتور عبد الباقي هذا يعبر عن وجهة نظرك ربما وقراءتك وتحليلك، لأنه بالأخير هم يبدو أن لديهم قضية وهذا موقف لا ربما لو سمحت لا تحاول تقطع الحديث بشكل أوكي. لديهم قضية، نحن في معركة وطنية شاملة، يمكن لهم فك ارتباط، يمكن لهم ما هم مطالب، لكن الذي يتبع والذي يمول والذي يستلم سلاح والذي يعني لا يستطيع يفرق بين التكتيك والاستراتيجية، والذي يأخذ مرتباته ويغتال السلطة الشرعية ويحاول أن يغتال الشعب اليمني في لحظة خانقة، أن تغتال 25 مليون وتحاصرهم وتمزق الوحدة الوطنية في توقيت كان أنا أريد أن أوضح لك، أنا عندما ربما أنا قلت لك أن البعض لا يتوافق مع هذا الطرح لأنه ربما كلمة مرتزقة هي أيضا، لا نريد أن نذهب في سياق وصف الحوثي المرتزقة يا الحوثي اليوم مصنف كل من يقف ضد مشروعه أنت دكتور وغيره. أنا أتحمل مسؤولية كلماتي، لا أتحدث هؤلاء ميليشيات مرتزقة لأنهم هل لديهم يعني قرار جمهوري من الرئيس الشرعي رغم اختلافي معه بأنهم قوات مسلحة أو قوات أمنية؟ هذم جماعة ليس موجودين في هرمية وزارة الداخلية ولا الجيش الوطني، وبالتالي هم جماعات مرتزقة بغض النظر عن أهدافهم، بغض النظر عن مطالبهم. وأنا أتحدث عن شيء دستوري وقانوني. هل رئيس الجمهورية أصدر قرار بأن النخبة الحضرمية ولا الشبوانية ولا الأحزمة الأمنية جزء من القوات المسلحة؟ لم يصدر قرار، ولكن أم هؤلاء من التوجهوا نحو المعاشيق وهم من دعمتهم الطائرات الإماراتية وقصفوا قوات الحرس الجمهورية؟ أشكرك جزيلا دكتور عبد الباقي شمسان، كان حديث شيق. شكرا لضيف السيد الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء، وأيضا الشكر موصول لضيفنا من جدة السكرتير الإعلامي في الرئاسة اليمنية ثابت الأحمد. انتهت هذه الحلقة من المساء اليمني، غدا حلقة جديدة في أمان الله.